لا رح تتزوج. ليش لك أخي؟ شاهر ما رضي يقنع أخواتك إنه ما يزوجوني؟ لا والله يا أختي ما أقدر. ولي على قامتي أنا؟ وأنت مبسوط كمان مو هيك؟ طبعاً مبسوط أختي. بدك إياني ما أنبسط؟ واحد مثل شاهر بدي يخطب أختي؟ شو؟ شاهر طلب إيدك من أخوك يا أبو دياب. شاهر؟ شو ليكون شاهر كمان مو عاجبك؟ لك أخي أنت شو عم تحكي؟ مثل ما سمعتي أختي. طيب ليش هيك صار؟ لأنه أخواتك ميبسين راسهم بدهم يجوزوكي، وشاهر مو راضيان يجوزوكي لمين مكان، مشان هيك طلبك لنفسه. بس يا أولاد كله بقى. شو أختي؟ عرفتي لي شو كان بده ابن عمه لأبو أدهم؟ ايه عرفت. ايه وشو بده؟ جاي يخطب عفاف. شو؟ بده يخطب عفاف؟ ايه عجبك على هالحكي؟ ليش هو ماله متجوز؟ عزابي وهلا هو عقيد حارة عياش، هيك قال لي جواب. عزابي وعقيد؟ ودخلك قديش عمره؟ يعني شي 30 سنة. عزابي وعقيد حارته وعمره 30 سنة وجاي يخطب وحدة مثل عفاف أرملة وعندها 3 أولاد؟ أيوة معناها الشغلة فيها إنه. شو قصدك أختي؟ إيه أختي إيه كل شي بيصير. ستي ينباعوا بلعزة ما فشرت عينا. هالجوازة لازم ما تصير. ليش أختي؟ خليها تتجوز بنخلص منها. لا تتجوز واحد ختيار كركمة ايه، بس واحد مثل شاهر لا. ما شفتيها قبل ما يموت جوزها كيف كانت حاطة مناخيرة بالسما ومو عاجبها العجب ولا صيام برجب؟ ايه والله صحيح. شلون بقى اذا تجوزت لي هذا الثاني؟ ايه معك حق. شو ملاقين فيها يا بعدي؟ حتى عريس رايح وعريس جاي. ايه والله انا احلى منها. هيك كان يقول لي ابو قاعود. شو ذنبك تضيع شبابك مع وحده مثلي ارمله وراها 3 اولاد؟ بس انا ما رح اقدر اكون لك حرمه مثل باقي الحريم. ما بقدر. مستحيل. شو اختي؟ شو صار معك؟ قلتي له مثل ما قلت لك؟ ايه قلت له. ايه وشو قال لك؟ قلعني لبرات الأوضة وقال لي مرة تانية لبقى تجيبي سيرة أختي على لسانك. يو قلتي له إنه الشغلة فيها إن بين عفاف وشاهر. الله لا يوفقكم. ما استرجيت له بس لمحت له تلميح. ها تلميح؟ لك قولي عليكي شو نايطة. إي والله ما استرجيت له. إيه خلص خلص هلا بس يجي جابر أنا رح أقول له. الله لا يوفقكم انتو بتنتين. ليش شو في بيني وبين شاهر اه؟ ولك انتو ما بتخافوا الله؟ شبو شاهر؟ ليش مين جاب سيرتك وسيرة شاهر؟ ايوه معناها الشغلة فيها انه لو ما كان في شي بينك وبين شاهر ما كنت تبليتينا بهالحكي. اسمعي ولي انا بخنقك وبحسب الله ما خنقك. لك ما بكفي الدنيا صارت سودا بوشي. لك صارت سودا وبينتي على حقيقتك. انا اشرف منكم من اللي خلفكم انت وياها. ولي سامعه؟ ولي انت بدك تجيبي معدل اللي خلفونا بك يا شرتنا يا بنتك. انا مش شرتنا. انا ما حدا غيرك. ولك انت يا شرتنا. شوهاب اخ عم تسبنا يا زلفي عم تسبنا وعم تجيبي معدل اللي خلفونا بيهون عليك يا شي عفا. يا اخي والله هلل انا معلي. هلل لك انت ما عاد استحيتي. طبخيني مجدرة ما بحبها. طيب رح ساوي لك لقمة قاور مع كرنت. دخيلك يا ربي موت وريحني. أنا ما عاد قدرانة أعيش مع هالفاجرات. ما عاد قدرانة.
مو شو صار بينك وبين اخواتها الام ادهم؟ يا مو الله يخلينا ياكي، بركي بكرة انتو فهمية بتروحوا على بيت ابو خيره تنطفوا ارض الديار بتسقوا زريعة، ما حلوة الزلمة امن فيني. على عيني فهمية، بكرة ذكريني خلينا نروح ننظف البيت الجماعة امنوا فينا. ايه يا مو صحي ذكرتيني، امبارحة شفتها لسعاد بالمنام. خير ان شاء الله؟ والله شفتها عم تبكي ومانا مبسوطة. تخيلك الدنيا اسمها نصيب، لو شغلتهم طولت شهر زمان كنا خطبنا لأخوك وجوزنا والبنت ضلت عنا. حط لك عشاء أخي. لا أختي مالي جوعان. لك يبعث لك حمى، ضروري تجيبي سيرة سعادة الدم. أختي الله يرضى عليك، قومي ساوي لي كاسة شاي. يلا يا مو خلينا نخطب لك البنت اللي شفناها عند خالتك، شو رأيك؟ مشي الحال يا مو، أنا خطبه. شو؟ مثل ما سمعتي. تقبروني على هالسمعة؟ عم تحكي عن حقا يا مو؟ ايه يا مو بحكي عن حقا. وامتى خطبت تقبرني؟ اليوم. خطبت بدون ما تقلي؟ يا مو هيك صارت الشغلة فجأة. فجأة؟ وبنت مين هي اللي خطبتها؟ أم أدهم. أم أدهم؟ ايه يا مو. لك أمي شو جابرك تخطب وحدة أرملة وراها على الأولاد؟ شو جابرك؟ هي مرت العقيد يا مو، وما بصير تتبهدل وأنا موجود، لازم يضل مقام عالي. بس يا أمي أنا حكيت مع أخواتها والجماعة لسه ما ردوا لي خبر، وإن شاء الله بصير خير. يقبر قلبي إن شاء الله على هالشبوبية. إيه بحياتي ما انتبهت لحلاوته وشبوبيته غير هلأ. مرتخي يا مرتخي. جاي تقبرني؟ عاوز شي تقبرني؟ أنا رايح عن جواد عن بايكي. بلا ما تروح بلي. لا بدي روح، ما بدي أتركن حالي. إيه الله يكون معك ويعني عنك ويسلم النياك يا حق. يعطيك العافية. يا رب حقق لي اللي ببالي. شو القصة يا ترى؟ معقولة في شي بينه وبين؟ استغفر الله العظيم يا رب بدخيلك. يا ترى اللي ساويته اليوم غلط ولا صح؟ شو بده يقولوا الناس عني؟ حاطت عينه على حرمة ابن عمه وعم يستناه لحتى يموت مشان يتجوزها. يا باطل يا سواد وشك يا شاهر. اكو سعاد بكره اذا رجعت من اسطنبول ولقيتني متجوز شو بدها تقول عني؟ لا حول ولا قوه الا بالله. يعني بالمشرمحي كان في شيء بين عفاف وشاهر من ايام المرحوم جوزها ابو ادهم. اعوذ بالله لك اخي، اعوذ بالله. شو هالحكي اللي عم تحكي؟ عم تشك باختها؟ لك اخي جواد انا ما كان اجى ببالي هالفمضي كله، لولا ام قعود الله يجزيها الخير هي نبهتني على هالشيء. ام قعود؟ يا حبيبي ام قعود بحياتها لا طاقتها ولا حبتها لاختك عفاف، وهلا هي واختها ام دياب عم يعملوها معامله الكفار. لك جواد ام قعود خايفه علينا وعلى سمعتنا، على كل هلا انا بدي روح اقررها لعفاف وبدها تطالع كل شيء ببطنها وبدي انكت للخمير والفطير. اخي اختك اطهر من هيك. يا الله بيعلم انها كانت تعبد عبادي لصهري ابو ادهم. بعدين نحن ما لازم نخلي الجنس مخلوق يجي معدل اختنا بالعاطل، لا ام قعود ولا غيرها. واذا طلع هالحكي مزبوط؟ ساعتها انا بشوف شغلي معها ومع شاهر وبخلص عليهم هن الاثنين وبريحكم منه. ايه؟ شو علي؟ اخي بحياه روح امك وابوك تحت التراب سايرها لاختك عفاف. اختك ضلع قاصر وما لها غيرنا. شوي شوي عليها بالمسايره بتاخذ منها اللي بدك اياه. انت ما عليك جواد، ما عليك. أخي خلينا ننام هون الليلة وبكرة منروح، أختك ما بتخبي علي شيء. لما بيجي جابر بتقولي له إنه أنا عند المختار الفتحي. حاضر ابن عمي، تقبرني؟ شو عم لك على الغداء؟ شو ما بكون عملوا؟ كله نعمة الله، سلام عليكم. الله معك.
الله يحفظك. شو يا خال؟ مشان تغسلي اواعي اخواتك، نحن منا مجبورين فيهم. ايه هلا بغسلوا. ايه تقولي انت غسلي اواعي جوال وانا بساعدك وبغسل اواعي جابر. لا ام قاعود، ريحي حالك انت، هدول اخواتي وانا مجبوره فيهم. يلا يلا تفضل جابر تفضل. انا غريب، انا ما في غير انا وجوال متاخين. ايه تفضل. يلا 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 تقبريني، اعطيني اواعي جابر اغسله. لا مرت اخي كتر خيرك، عفاف تغسله. لا تقبرني اختي، خليني ساعدها فيهم. ماشي مثل ما بدي. شهر من زمان من ايام المرحوم جوزك. انتي انت شو عم تحكي؟ شفتي شفتي كيف جواد افندي شحط العفاف وفاتوا على الغرفه؟ ابصر ابصر شو عم يحكوا. إيه لكان طول عمره بيدافع عنا وبيخاف عليها. ليكون كانت تعطيه مصاري على دور جوزها. اي بعت له حمومة تسلق عظام وسلق. هلأ بيروحوا بيشاوروا أبو دياب قبل ما يعملوا معها شي. بس جابر ما رح يمر إلها إياها على خير. بكرة شوفي شو رح ساوي. دخيل عينه بفش القلب. هلأ تنية أنت روح لعنده، إذا شفت أنه ما في شي بينه وبينه سلم لي عليه. قول له خليه يشرفنا يوم الخميس لحتى نكتب الكتاب، وخليه يجيب معه الشيخ والمختار أبو وضاح وشي واحد من كبارية حارته حتى يشهدوا على كتب الكتاب. ماشي أخي ماشي. أنت إمتى بتحب أنا أروح لعنده؟ هلأ أروح، بدنا نخلص من هالعيبة لسه. قالوا إيه؟ تأمر عقيد تأمر. يلا ودعناكو، مع السلامة. جيناكم يا أهل الدار، جيناكم كبار صغار، جينا وما لقينا لا ضع